بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وإلى جولة جديدة من السودان هذا المساء من قناة الشروق. البداية بالعناوين. في حوار مع قناة سكاي نيوز، حمدوك يقول إن الحكومة لبت كافة الشروط لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. اليابان تقدم مساعدات طارئة للسودان استجابة لكارثة الفيضانات. مناسب النيل تواصل الانخفاض التدريجي في معظم الأحباس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن الحكومة الانتقالية تعمل في ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد. وقال حمدوك في حوار بثته قناة سكاي نيوز إن أي حديث عن السلام لم يخاطب جذور الأزمة غير صحيح، مؤكدا أن ما تم في جوبا سلام حقيقي سيساهم في وقف الحرب. وأشار إلى أن ما وقع في أديس أبابا وقع في أديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وثيقتان، وأنهما اتفقا على بيان مشترك وإعلان مشترك. وقال حمدوك إننا واثقون من إمكانية التوصل لحل حول ملف سد النهضة، وأوضح أن تدهور البنية التحتية فاقم من أزمة الفيضانات والسيول بالبلاد. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على أن حكومته لبت كافة الشروط المطلوبة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن الحكومة الانتقالية ورثت مشكلة إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب عن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ونحن نعمل عليها بصبر. وتوقع رئيس الوزراء أن تصل الخرطوم وواشنطن إلى نهاية لهذا الأمر في وقت غير بعيد، خاصة وأن قضية وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أثيرت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى السودان أغسطس الماضي. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن مكالمة هاتفية من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت، مطمئنا فيها على الأوضاع في البلاد جراء السيول والفيضانات التي تمر بها. وأكد سلفا كير تضامن دولة جنوب السودان قيادة وشعبة مع الشعب السوداني، متمنيا أن تنجلي هذه الأوضاع في القريب العاجل. استقبل الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح طائرتين ضمن الجسر الجوي المصري لإغاثة المواطنين المتضررين جراء السيول والفيضانات. يشار إلى أن الجسر الجوي المصري بدأ الأحد الماضي، فيما وصلت حتى الآن 10 طائرات شحن تحمل الأدوية والأمصال وخيم للإيواء ومواد غذائية مختلفة، بلغت في مجملها 180 طن، تعبيرا عن تعاطف الحكومة المصرية وشعبها مع الشعب السوداني. قررت حكومة اليابان اليوم الخميس إرسال مواد إغاثية إلى السودان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا استجابة للأضرار التي سببتها الفيضانات، وذلك بناء على طلب من حكومة السودان. وقالت اليابان إنه على ضوء الوضع الإنساني والعلاقات الوثيقة بين السودان واليابان وبناء على طلب حكومة السودان قررت تقديم مساعدات طارئة للسودان لتلبية احتياجاته الإنسانية والغذائية. واصلت مناسيب النيل انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس، وسجلت في الخرطوم أمس 17.56 متر، منخفضة نحو 5 سنتيمترات عن أمس الأول. وتوقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية أن تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالي: قطاع الدمازين سنار سيشهد استقرارا، قطاع سنار الخرطوم سيشهد انخفاضا، قطاع الخرطوم شندي سيشهد انخفاضا، قطاع شندي عطبرة سيشهد ارتفاعا، قطاع خشب القربة عطبرة سيشهد استقرارا، قطاع عطبرة سد مروي سيشهد انخفاضا، قطاع سد مروي الدبة سيشهد ارتفاعا، وقطاع الدبة دنقلة سيشهد ارتفاعا. هذا ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيط والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
مع تفاقم حجم الكارثة الإنسانية للأسر المنكوبة بولاية نهر النيل، بدأت بعض الهيئات والمنظمات والشركات في تقديم مساعداتها للمتضررين. وقد شكلت مبادرة صندوق التأمين الصحي من خلال قوافله التي سيرها لعدد من المحليات، شكلت اختراقا مهما في إطار تخفيف حدة المعاناة ووقع الكارثة. على الرغم من وقع الكارثة الطبيعية والمأساة الإنسانية التي خلفها فيضان النيل في ولاية نهر النيل، إلا أن ملاحم النجدة والتكافل والتراحم ومبادرات الدعم والعون خففت كثيرا من حجم المصاب وتداعيات الكارثة. الخيرين مشوا فوقنا من فتوار، من نجول، من العبيدية، ناس المقاومة أصلا ما قصروا. حسيوا ناس التأمين الصحي برضه جزاهم الله خير، جابوا غافلة مليانة طب مواد تأمينية، لكن احنا مطلوب حسي الدايرين الغرية دائما ما تصل الغرية، ودائما الخيرين ساعدوا المساكين دل في البنيان، المطلوب البنيان ده، لأنه ناس حسي قاعدين في عراء شفح في شمش، حالة صعبة شديد. الصندوق القومي للتأمين الصحي بنهر النيل حاز قصب السبق والمبادرة بتسييره لثلاث قوافل إلى محليات أبو حمد وبربر والمتمة، حيث قدم من خلالها المساعدات والمعاناة الغذائية والخدمات الصحية، وأدخل الكثير من الأسر تحت مظلة كفالته العلاجية. القافلة متحركة معنا عيادة علاجية لهؤلاء المتضررين من معمل وفحص وأدوية إن شاء الله مجانية، كذلك هنالك تغطية للأسر التي لم يشملها دخولها تحت مظلة التأمين الصحي دخول لهذه الأسر، وحتى الأسر علمنا أن هناك أسر فقدت أرقامها الوطنية وأوراقها في جراء هذا الفيضان، هناك استثناء لهم إن شاء الله بدخولهم في هذه التغذية. لا يفوتنا أن أذكر أن هناك عدد سلال غذائية للمتضررين 600 سلة غذائية. في المقابل تولت على الولاية العديد من القوافل المؤازرة للمتأثرين جراء الفيضان، حيث تسلمت حكومة نهر النيل دعما مقدرا من مجموعة الراجح السعودية وشركة مينا ساند الكندية ومجموعة دار الغذائية. نحن هنا من أجل دعم المواطنين المتأثرين من فيضانات نهر النيل ضمن مسؤولياتنا المجتمعية. قدمنا بعض المساعدات لهم باسم الشركة، نأمل أن نخفف عنهم بعض الشيء. مع تقديمنا لهذا الدعم نعرب عن كامل مواساتنا وأخوتنا معهم في هذه الظروف الإنسانية المعقدة. استجابة الشركات والمنظمات الخيرية والجمعيات الطوعية لنداءات الأسر المنكوبة وجدت الإشادة والثناء والتقدير من حكومة نهر النيل التي لا زالت تنتظر تدفق المزيد من المساعدات. تلقينا ليلة الدعم من شركة مياس للتعدين، شركة كندية، جو الآن هم لسه ما دخلوا خط الانتاج، لكن مع ذلك شاركونا في نهر النيل، جابوا 100 خيمة تحديدا للناس اللي عندهم هدم جزئي هدم كل للمنازل. بنشكرهم جزيلا ونتمنى انه التعاون بيننا يستمر. وايا يكن من امر، فان استشعار قدر المأساة الإنسانية في ولاية نهر النيل قياسا على حجم التدخلات يعتبر دون سقف التوقعات بكثير. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. أعلنت ولاية غرب كردفان نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 41.4%، وجدد والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح عزم حكومته تجويد العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التعليم بالولاية، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أولوية قصوى في برنامج حكومته للفترة المقبلة، وأن العام المقبل سيمثل بداية لتصحيح المسار في التعليم بالولاية والذي يعاني نقصا حادا في كل مقومات التعليم، خاصة تلك المتعلقة بالكتاب المدرسي والإجلاس والمعلم المؤهل إلى جانب البيئة التعليمية. لا بد من الإشادة وشكر وعرفان مستحق لكل من ساهم في عملية الإعداد للعام الدراسي ولكل من وقف وسهر من أجل إنجاح الامتحان ولكل من له صبر على ولكل من صبر على عملية التصحيح إلى أن توج هذا الجهد المتصل بهذا اليوم وهذا الإعداد الرائع القيم. نحن نغر بكل الصعاب التي ذكرت، المشاكل، التجليس، الكتاب المدرسي، البيئة المدرسية، نحن نغر بهذا ونعمل إن شاء الله
على تسليل كل الصعاب. بالنسبة لنا الاستثمار في أبنائنا الطلاب وفي التعليم وفي الصحة هي من الأولويات، ولذلك لن نعلو جهدا في أن نضع التعليم في صدر أولوياتنا، ونعمل جاهدين في أن نقوم بترميم ما يمكن أن نعمله. وفي السياق قال مدير عام التربية والتوجيه بغرب كردفان أبو بكر محمد كبر إن نتيجة امتحانات شهادة الأساس لهذا العام نتيجة حقيقية، وإن الولاية ورغم الظروف الطبيعية والصحية التي تمر بها ومر بها العام الدراسي إلا أنها استطاعت أن تنفذ الامتحانات بقيم تربوية شفيفة بعيدا عن الغش والتزوير، معربا عن شكره لمجتمع غرب كردفان في وقوفه ودعمه لعملية الامتحانات. بعزم منسوبي وزارة التربية والتوجيه مضينا قدما وبكل ثبات في أنه نحن نفتح المدارس في ذروة انتشار وباء كورونا في السودان وفي ولاية غرب كردفان بالتنسيق التام مع أخواننا في وزارة الصحة، واستطاعوا أيضا أنه يسندوا فتوح المدارس بيأمروا اشتراطات واحترازات صحية. رغما عن ذلك عبرنا ونفذنا امتحانات شهادة الأساس بجدول محدد بمراقبين بسند وبدفع كريم جدا من الأسر ومن لجاننا في المعلمين والنقابات واتحاد المعلمين المهني. عهدنا من بداية العام الدراسي الصدق إنه النتيجة يجب أنها تكون المراية الحقيقية اللي تعكس وجه التعليم في هذه الولاية، ثم من بعد ذلك الناس يحددوا نقاط الضعف وين ممكن يعالجوها. أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم ضرورة تقديم العدالة في الخدمات الصحية بكل الولايات عن طريق التوزيع العادل لكل الاحتياجات المتعلقة بصحة المواطن، فضلا عن تقوية النظام الصحي وتقليل العبء على المواطن بالحصول على الخدمات العلاجية في محل إقامته. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بوالي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي. وكشف عبد الرحيم عن سعي وزارته لتوفير احتياجات ولاية شمال دارفور، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات الصحية في كل الولايات عن طريق توفير الأجهزة والمعدات الطبية فضلا عن التوزيع العادل للكوادر الطبية. من جانبه أكد الوالي سعي حكومته لتوطين العلاج بالولاية وتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة، وكشف عن حوجة الولاية إلى سيارات إسعاف وبعض المعدات والأجهزة الطبية فضلا عن أدوية الطوارئ. وقع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صباح اليوم مذكرة تفاهم مشتركة. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء المشرف على جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عمر مانيس لدى مخاطبته مراسم توقيع المذكرة، قال إن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتيح المزيد من الفرص لتطوير المشروعات القومية والمشروعات الخاصة بالهجرة على وجه الخصوص بعد التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة، مبينا أن المذكرة تعتبر تجسيدا لروح عودة السودان إلى المجتمع الدولي وتحويل علاقاته من علاقات تشاكس إلى علاقات تعاون وتبادل في المصالح. أدى أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة اليوم الخميس أدوا القسم برئاسة الجهاز القضائي بمدني أمام مولانا مها عبد القادر شعدين رئيس الجهاز القضائي بالولاية. وأكد والي ولاية الجزيرة رئيس اللجنة عبد الله إدريس الكنين عقب أداء القسم التزامه بإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالعدالة دون تفشي أو إقصاء، مؤكدا استمرار الجهود لوضع لبنات حقيقية للانتقال والنهوض بالسودان لمصاف الدول المتقدمة. وقال هذه خطوة أولى للانتقال لدولة العدالة والمساواة والحرية والسلام وتفكيك النظام الشمولي، مشددا على دور المواطن الأساسي في إنجاح مهام اللجنة والاطلاع بدورها. نشرتنا متواصلة معكم من قناة الشروق وفيها عقب الفاصل. اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت وأدى لارتفاع عمود هائل من الدخان في سماء المدينة.
أهلا بكم إلى جولة عالمية وعربية نبدأها من لبنان. اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت وأدى لارتفاع عمود هائل من الدخان إلى سماء المدينة بعدما يزيد قليلا عن شهر من الانفجار الهائل الذي دمر المرفأ والمنطقة السكنية المحيطة به في العاصمة اللبنانية، لكن لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق. وشب الحريق في المنطقة الحرة المدمرة بالمرفأ، وقال مسؤول إنه محصور بتلك المنطقة. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في منطقة يحيط بها حطام مستودعات دمرت في انفجار الشهر الماضي الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها نفذت هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة اليوم الخميس على هدف مهم في العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الحركة العميد يحيى سريع إن الحوثيين استخدموا صاروخا باليستيا من نوع ذو الفقار وأربع طائرات مسيرة في الهجوم على هدف مهم في العاصمة الرياض دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واستهدفت الحركة العاصمة السعودية عدة مرات من قبل، وكتب سريع في بيان على تويتر إن الهجوم يأتي ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا. قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط بالقرب من مطار بغداد دون حدوث أي إصابات في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع. وسقطت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المطار الأحد الماضي، سقط أحدها على مأرب للمطار وألحق أضرارا ب4 سيارات مدنية لكنه لم يوقع إصابات. وفي 3 حوادث منفصلة الأسبوع الماضي سقطت 2 صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، ولم تسفر تلك الهجمات أيضا عن إصابات. وتلقي واشنطن باللوم في تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إن جماعة مسلحة دخلت حقل الشرارة النفطي يوم الأحد وتبادلت إطلاق النار مع أفراد الأمن وأن شخصا قتل. وقالت المؤسسة في بيان تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر بجروح، ولا زالت الجهات المعنية تحقق في الحادثة. وأضافت أن الجماعة المسلحة رفضت الكشف عن هويتها أو الجهة التي تعمل تحت إمرتها. كشف مصدر مطلع بوزارة الصناعة بولاية الخرطوم عن سد شركة مطاحن سيل للغلال لنقص الدقيق بالولاية اليوم الخميس الناجم عن تعطل مطحن ويتا. وقال المصدر إن شركة سين قامت بسداد حصة مطحن ويتا البالغة 9000 جوال وتوقع استئنافها للعمل بعد غد السبت. ورهن المصدر في تصريح صحفي انتهاء أزمة الخبز بعمل المطاحن بطاقتها القصوى، ولفت إلى توقف كل من مطحني الحمامة وروتانا عن العمل منذ أسبوع، وأكد أن المطحنين اللذين يعملان بشكل كامل هما سين وسيغا على الرغم من عدم إيفاء وزارة المالية بمتأخراتهم السابقة. نفذ عدد من مصدري الذهب إضرابا عن العمل شمل إغلاق بعض المحلات التجارية بعمارة الذهب بالخرطوم وبعض المحلات في أعقاب تدني قيمة الجنيه في وقت نفت فيه اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب إغلاق المحلات في عمارة الذهب. وقال رئيس اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب محمد إبراهيم تبيدي إن السوق يعمل حاليا بنسبة 90% والمعارض تعمل بنسبة 70%. وطالب السلطات بحسم الظواهر السالبة، وناشد رئيس الوزراء والآلية الاقتصادية أن تقوم بعملها المناط بها في الحد من الظواهر السالبة تجاه النقد الأجنبي والمضاربة فيه ووضع سياسات رشيدة تضمن انسياب الصادر من الذهب.
أحبط منسوبو إدارة جمارك مطار الخرطوم تهريب نوعية لعملات أجنبية لركاب أو لراكب واحد متجه إلى خارج البلاد. وقال مدير إدارة الجمارك بمطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن ذهب إن منسوبي الجمارك بالإدارة على قدر المسؤولية في الحفاظ على ثروات البلاد وإحباط كافة حالات التهريب من ذهب وعملات أجنبية وغيرها. وأشاد بضباط وضباط الصف وجنود الصالات وحثهم على بذل المزيد من الجهد وحماية البلاد من كافة المهددات الاقتصادية والأمنية. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم جدول مباريات الدوري الممتاز للأسابيع الأربعة المتبقية من 10 حتى 13 بداية من 16 من سبتمبر بواقع 8 مباريات للأسبوع الواحد تلعب في نفس اليوم عصرا ومساء باستادات الخرطوم، الهلال، المريخ ودار الرياضة بأم درمان. أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قرارا ظهر اليوم بإعفاء إدارية الكرة بقيادة الكابتن خالد الزومة. وأوضح الزومة في تصريح صحفي أنه تم إعفاؤهم اليوم بواسطة المجلس الجديد، وقال: نحن سعيدون بالفترة التي قضيناها ونتمنى التوفيق للقادمين، وإن مجلس الهلال سيعلن خلال الساعات القادمة من اليوم عبد المهيمن الأمين مديرا للكرة بعد أن أكمل القطاع الرياضي اتفاقه مع مدير الكرة السابق لأهل شندي والهلال. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للمرة الثانية تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من أجل مناقشة قرار تأجيل البطولة بعد موافقة الأندية المتنافسة لتقام مباراة الذهاب في يومي 16 أو 17 من أكتوبر، على أن تكون مباراة العودة 23 أو 24 من أكتوبر، ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والوداد المغربي الفائزة من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر القادم. في ختام هذا العرض الإخباري من قناة الشروق إليكم تذكير بالعناوين. في حوار مع قناة سكاي نيوز، حمدوك يقول إن حكومة لبت كافة طلبات الشروط لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. اليابان تقدم مساعدات طارئة للسودان استجابة لكارثة الفيضان. مناسب النيل تواصل الانخفاض التدريجي في معظم الأحباس. هكذا تكامل عرض المساء الإخباري قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق الفضائية. أشكر لكم طيب المتابعة، أتمنى لقاء جديدا يجمع بيننا وبينكم. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.